السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله واحد لا فيديو جديد. صراحة كفكرة لأصحاب الناس اللي عندهم البيوت دو شامبر وعندهم شي اسباس في الدار وبغاو يفكروا ويديروا الشامبر لوليداتهم. صراحة أنا عندي البيت لوليدات، ولكن بالنسبة للوليدات بوحديتهم، أما البنت كانت كتنعس معاهم في بيتهم بوحدهم، صوبه لهم بالنوامس. ودابا هي بغات هبه بوحدها، بغات بنتي لا شومبر بوحدها. وبما اننا عندي لواحد دخلت الكوزينه، عندي كوزينتي كبيره وعندي واحد لاسباس هو هذا اللي وريتكم. هاد لاسباس كنجلسوا، هاد البلاصه اللي دايره فيها هاد الان كنجلسوا كناكلوا فيها، ودايره فيها في نفس الوقت التلفازه باش هي كنتفرجوا. قريبه الكوزينه، قريبه عندي الكوزينه وكنجلسوا كناكلوا فيها هكا قريبه، كتكون الروينه وداك الشيء. فكرت انني غادي نخرج هاد الال دخله ديال الدار، مازال ان شاء الله غندير لكم واحد لا فيديو حتى هو عليها. وعندي صاله مونجي كبيره حتى هي غنخرجها للدخله ديال الدار، وغادي نخلي ديك لاسباس اللي قلت لكم اون فاس الكوزينه غادي نخليه، غنصوبو واحد لا شومبر لبنتي. وبطبيعه الحال غادي نشارككم ونوريكم اي حاجه مرحله بمرحله. انا دابا جبت المعلم وشاف، كنت غادي نطلع الحيط، ومني جبت مول الالومنيوم قال لي من الاحسن تخدميها عيب الالومنيوم، الحيط كيزمط وغتسدي. وهذا انا غندير لك واحد الشكل جديد الالومنيوم اللي غادي تحليه كله، وفي نفس الوقت كيبقى منفس وداخل ليه البرد في الصيف ومهوي وداخل ليه اومام طون الضو. انا غادي نوريكم شحال خلصت المول الالومنيوم، ومع داكشي اللي تقديت من ايكيا. صراحه هاد راس العام كاين بروموسيون بزاف ايكيا، خديت بزاف الحويجات غادي نوريهم لكم حتى هما في هاد لا فيديو. وترقبوا ان شاء الله لا فيديو الجاي الاخر ديال لا شومبر كيف صبحات وكيف ولات. صراحه ما كنتش كنتوقع انها غتطلع بهاد المنظر، عطات واحد المنظر زوين للبيت. وبطبيعه الحال حنا وليداتنا هما الاولين، اي حاجه حنا كنفكروا في الوليدات هما الاولين. الله يخليهم لينا ويطول لينا العمر ان شاء الله باش نكونوا معاهم. واللي ما عندوش الوليدات الله يرزقه ويعطيه ان شاء الله وليد ولا بنيه، تفرحوا وتونسوا. وخليكم معايا انا غادي نوريكم حتى التلفازه فين كنجلسوا نتفرجوا. هنا كندير طبله كنجمعها، ولا ما بغيتهاش كنجمعها، ولا بغينا ناكلوا فيها كنحلها، دايره بحال المقص. حتى هي ما ندمتش عليها ملي شريتها صراحه. وفي نفس الوقت دايره صاله مونجي صغيره. هاد الال غنخرجها للدخله ديال الدار هي والصاله مونجي. خليكم معانا حتى نوريكم حتى الاخر الفيديو. كيف ما شفتوا معانا، انا عندي هنا هذه هي التلفازه، هنا فين كنجلسوا كناكلوا. تلفازه كبيره دايراها ودايره قدام هاد الال، كنجلسوا فيها فحال هكا قريبه الكوزينه. كيف ما قلت لكم فكرت وقلت غادي نديرها الشومبر الهيبه. خليكم معنا حتى تشوفوا، الكوزينه حتى هي كيف ما شفتوا. هنا الكوزينه، يعني لاسباس اللي وريتكم هو اللي كنجلسوا كناكلوا فيه. وهذه الكوزينه قريبه كيف ما قلت لكم، هاد الان غادي نخرجها للدخله ديال الدار ونصوب لا شومبر. هنا عندي الكوزينه، هي ديجا مشاركها معكم في واحد لا فيديو. صراحه انا عندي الكوزينه متسعه كبيره، وفي نفس الوقت عندي هاد البالكون اللي كنحل الشراجم ديالو، ما كتبقاش الريحه لا الماكله ولا الطياب، يعني كيكون واحد الكورون في الدار ما كتكونش الريحه. وواحد الطبيله هنا درتها حتى هي غادي نشاركها معاكم. صراحه هاد الطبله خديتها من ايكيا، زوينه وكتجمع حتى ان شاء الله غادي ندير لكم لها واحد لا فيديو. وهذه هي الكوزينه، ودرت لها دوك جوج كراسه بحال هكا اللي بغى يفطر ولا كتكون شي اللي بغى ياكل شي حاجه خفيف. وفي نفس الوقت خرجت الصاله مونجي للدخله ديال الدار حتى هي غادي نوريها لكم. المهم انا وريتكم دابا الكوزينه، وريتكم البلاصه اللي كنجلسوا ناكلوا فيها. غادي تشوفوا الاخر، بقاو معنا حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. هاد الفيديو فيه الاصلاح وفيه الالومنيوم وبشحال درتو، والفيديو الماجي ان شاء الله غادي نوريكم لا شومبر. المهم هاد الفيديو فهو كفكره للناس اللي عندهم شي اسباس وبغاو يخصصوا لشي غرفه نوم، ياخذوا فكره حتى هي. علاش لا ما نشارككمش هاد الافكار اللي كنديروا في ديورنا، وكل واحد وكل واحد الذوق ديالو. دائما كنقول لكم ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين، ديروا لايك، ضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد مع يوميات فاتي. بطبيعه الحال الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى،
وليكم حتى نتوما اللي كتدعموني، للناس اللي على الجاليه المغربيه او للناس اللي في المغرب، كل شيء صراحه كيكتبوا تعاليق زوينين و تيدعموا لاشين، وهذا الحمد لله. الحمد لله على هاد الثقه اللي كتوضعوا فيا. والمهم كيف ما شفتوا هاد يوميات فاتي، خليكم حتى لاخر لا فيديو مع الاصلاح، وان شاء الله الفيديو الماجي غيكون احسن فاحسن، وشكرا. Up with a slow motion crew, and we up